طبعا. بحب أشكر طبعا وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والفريق القائم على لقاءات لإعطائنا هذه الفرصة حتى نلتقي فيكم طبعا في هذا اليوم. الموضوع اللي أنا رح أتحدث فيه هو بالحقيقة بجانبين، محورين. المحور الأول هو بعض الحقائق من خلال دراسات وإحصائيات قامت بها جهات ثالثة، يعني بيت.com مع يوغوف وبعض المؤسسات الثانية لفهم سوق العمل السعودي. والبارت الثاني من هي عم تحكي عن إي لقاءات، هو معرض التوظيف الافتراضي الإلكتروني اللي هو راح يكون كمان إحدى مبادرات لقاءات وصندوق تنمية الموارد البشرية مع وزارة العمل. طبعا راح أبلش بالبداية ببعض الحقائق عن السعودية، المملكة العربية السعودية. كلنا بنعرف اليوم أكبر اقتصاد في المنطقة، في منطقة مينا اللي هي ميدل إيست نورث أفريقيا شمال إفريقيا، هي منطقة المملكة العربية السعودية. واليوم يعتبر احتياط النفط من أكبر احتياط نفط بالعالم، وبالتالي 90% من الصادرات عم بتكون هي من النفط، 87% من العائدات الحكومية من طبعا من النفط، بالإضافة إلى 56 من جي دي بي تاع الشركات تاع البلد، هي عبارة عن الناتج المحلي الإجمالي من النفط. في الواقع من خلال عدم استقرار أو عدم نمو الاقتصاد في البلاد المجاورة، أصبحت اليوم المملكة العربية السعودية هي محط أنظار رئيسي لعدة شركات كبرى ومشاريع كبرى، بحيث انتقلت هذه المشاريع من البلاد المجاورة حتى تستقر في المملكة العربية السعودية. وطبعا هذا خلق فرص كبيرة لأصحاب العمل والباحثين عن العمل، ومن هاي الفرص عدة فرص بمجال المعادن، في مجال الترانسبورتيشن. احنا بنعرف انه هناك في خطط، الخطه للسكك الحديديه، المطارات، كل هاي عباره عن استثمارات زادت في المملكه العربيه السعوديه، وكمان في معها عباره عن فرص لكل من اصحاب العمل والباحثين عن العمل. وعده دراسات اثبتت انه اليوم تعتبر المملكه العربيه السعوديه من افضل البلاد فيها النمو الاقتصادي بالمناطق المجاورة، وهذا النمو كان متراوح بين 20-30% خلال ال 12 شهر الماضية. يعني إذا احنا نطلع على سعودي is now a good double digit growth market، كان في عندنا growth حوالي 20-30% خلال 2011، وهذا التوقعات ل 2012 رح تكون في هناك نمو أكثر. وإذا نستعرض القطاعات اللي تم فيها النمو، في عندنا قطاع الكونسيومر جودز المستهلكات، في كان هناك من 10 ل 20% كان في هناك نمو، و 60% من الشركات بتوقع انه يكون في هناك نمو يصل ل 20% خلال عام 2012. بالنسبه للفود اند بيفرج، الطعام والشراب، الجروث كان بين 5-10، وهم بتوقع انه يكون في جروث اكثر خلال 2012. من ناحيه البزنس تو بزنس، بي تو بي اندستريال، كان في هناك من 5-10% نمو، وفي توقعات انها تصل الى من 20-30% خلال عام 2012. من الفارما والهيلث كير، القطاع الطبي والقطاع الدوائي، كان في هناك 15% نمو، او الاكسبكتيشنز او التوقعات لعام 2012 راح تكون اكثر. بالنسبه للاي تي، في هناك 15% جروث، وكمان في بعضهم 15 وبعضهم 5، وبمعدل 10% في هناك كان نمو اقتصادي خلال في قطاع الاي تي. اليوم اذا بنتحدث عن اتجاهات النمو او الجروث ترندز اند درايفرز، احنا كلنا بنعرف انه هناك مبادرات كبيرة من الحكومة والجهات الخاصة بالمملكة العربية السعودية. فمن أحد هاي المبادرات كانت هي عبارة عن توفير مساكن لأكثر من 500,000 مسكن، عبارة عن مبادرات مثل مبادرة حافز، مبادرات الببليك سيكتور ويجز إنها تكون هاير، مبادرات رفع الرواتب، وهناك كمان زيادة في معدل إنتاج النفط من خلال
عدة تقارير قررت فيها الحكومة والقطاع الخاص من خلال السنوات في خلال الأشهر الماضية، وهذا هو راح يكون بالحقيقة الدرايفر تاع الجروث. أما بالنسبة اليوم للهايرنج اكسبكتنسي، اليوم بيت دوت كوم بتعمل مع بشراكة مع شركة مع يوغوف، هي عبارة عن موقع موجود على الإنترنت لاستطلاعات الرأي يوغوف، وهذا الموقع اليوم من خلال دراسة على أكثر من 8700 شخص اشترك بهاي الدراسة، عم بحكي على أنه المملكة العربية السعودية 53% من employers أصحاب العمل أرباب العمل في المملكة العربية السعودية يتوقعون أنهم يعينوا يصير في عندهم توظيف خلال الثلاث شهور الماضية. الدراسة عملت على definitely hiring، يعني بالتأكيد التوظيف، احتمال التوظيف، الاحتمال عدم التوظيف، لا يوجد توظيف، أو لا أدري، أو لا I don't know I can't say. فكان في هناك 53% من الامبلويرز حكوا ما بين definitely hiring or probably hiring خلال الثلاث شهور الماضية، وهي النسبة بترتفع إلى 65% إذا بنتكلم على 12 شهر قادمين. فهناك الهايرنج اكسبكتنسي أو توقعات التوظيف هي بزيادة من خلال عدة مشاريع تقوم فيها المملكة العربية السعودية. وإذا نظرنا بعمق على السعودية بالمقارنة مع البلدان المجاورة، نجد أنه 39% هنا عبارة عن definitely hiring اللي هم اللون الأحمر، عندنا 39% بالمقارنة مع عدة دول مجاورة، واللي هي تعتبر النسبة الأعلى بالمقارنة مع الدول الموجودين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بنفس الوقت كمان أعطتنا فكرة عن التوب اندستريز من خلال هاي الإحصائية. فاليوم يعتبر النفط، الغاز والبتروكيماويات هو القطاع الأفضل أو المفضل من قبل الباحثين عن العمل، وهي ناتجة عن اليوم عم نحكي عن best salary packages, best benefits packages, work life balance, best for career growth, retaining the best talent. فمن ناحية الرواتب أو الميزات غير الرواتب، من ناحية الموازنة ما بين العمل والحياة الشخصية، كان الاختيار الأول هو الأويل غاز أند بتروكيميكلز، النفط والغاز والبتروكيماويات، ويأتي بعدها هو قطاع البنوك والتمويل من ناحية الأفضلية. أما بالنسبة لأصحاب أو الخريجين الجدد، فكان القطاع الحكومي أو الخدمات المدنية هو القطاع المفضل لدى خريجين الجدد، وهذا معروف لعدة أسباب، منها لمرونة العمل وبعض ساعات العمل وبعض المميزات للحكومة عن القطاع الخاص. أما بالنسبة للفيميلز أو الومن أو القطاع النسائي، فهم بفضلوا الإديوكيشن، قطاع التعليم أو قطاع الأكاديمي. في نفس الوقت لو نظرنا على صاحب العمل، ما هي احتياجات صاحب العمل؟ احتياجات صاحب العمل، وهذه هي الورشة اللي كانوا يتكلموا فيها مع الجوب سيكرز من قبل. اليوم صاحب العمل بيحتاج أول شيء بيحتاج المهارات، السكيلز. ومن خلال هذه الدراسة أثبتت أنه أهم مهارة من يعني بتطلع إلها صاحب العمل هي مهارة الكوميونيكيشن سكيلز، أو هي التواصل، أو مهارة التواصل إذا كانت بالعربي أو الإنجليزي. مهارة الثانية اللي بتطلع عليها صاحب العمل هي البيرسوناليتي، الشخصية، وكمان أنه يكون هذا الشخص عنده روح الفريق، المساعدة والمرونة. فمن ناحية مهارة، وهذا بتطابق فعلا مع اللي بيصير حاليا معنا اليوم، أنا بيجي عندي شخص بحتاج أني أقابله، أول شيء بتطلع عليه هو شخصية هذا الشخص، طريقة التواصل مع هذا الشخص قبل ما أطلع على الشهادات أو الدورات اللي هو بيأخذها. من ناحية qualifications، المؤهلات، ورجت هاي الدراسة على أنه أهم مؤهلات يعني looking for KSA employers are looking for هي عبارة عن الكمبيوتر ساينس، هي المؤهلات في علم الحاسب، المؤهلات الإدارية أو administrative qualifications، والمؤهلات في البزنس أو إدارة الأعمال والتجارة. أما من ناحية الإكسبيرينس، الخبرة، فمن أهم هاي الخبرات هي الخبرة في القيادة، أو هي
المانجينج تيم أو قيادة الفريق، بالإضافة إلى الكمبيوتر أند سيلز المبيعات والتسويق. ومن خلال دراسة أخرى تم فيها السؤال التالي: اليوم كلوكاليزيشن، أو أنك اليوم إذا في مبادرة لتوطين المهن، هل كانت هاي المبادرة ناجحة؟ أو ما هي خطط العمل للشركة التي تعمل فيها؟ فأكوردينج لهاي الإحصائية وجدوا على أنه 47% من الشركات قالت أنه إحنا وجدنا صعوبة في توطين الوظائف أو إيجاد الأشخاص المحليين لشغل هذه الوظائف. بنفس الوقت كان في حوالي 50% من هاي الشركات حكت أنه إحنا عندنا خطط لزيادة توطين الوظائف وزيادة عدد الأشخاص المحليين في شغل الوظائف الموجودة عندنا. وبسؤال آخر: ما هي الطريقة التي تعتمدها الشركة في اختيار أو في توظيف الأفراد؟ فكان 41% من الشركات قالوا أونلاين عن طريق الإنترنت، حوالي 15% أو 16% عن طريق الصحف أو الصحف اليومية، 21% عن طريق تراديشنال هيد هانتينجز، هي الطريقة الاعتيادية، هي طبعا الهيد هانتينجز أو اصطياد الأشخاص، وحوالي 2% عن طريق الجامعات. فبما أنه إحنا بنتكلم عن طريقة مفضلة من قبل أصحاب العمل هي أونلاين، هذا بقودني إلى الموضوع اللي هو أساس هذه الورشة العمل، هو موضوع إي لقاءات، أو هو المبادرة اللي بتقوم فيها وزارة العمل صندوق تنمية الموارد البشرية مع لقاءات تيم عن طريق بيت.com بإيجاد فيرتشوال جوب فير، معرض توظيف افتراضي على الإنترنت. فإذا اليوم تسألوني ما هو المعرض الافتراضي أو الإي لقاءات، عبارة عن بيئة إلكترونية على الإنترنت، هلا بنشوفها مع بعض، بتكون موجودة يعني لمدة محددة، واخترنا أنها تكون لمدة 5 أيام، وتكون عبارة عن مصممة كمنصة يلتقي فيها صاحب العمل مع الباحث عن العمل، وبالتالي بيصير في تواصل. ممكن إنه الباحث عن العمل يطلع على مشاريع الشركة، على معلومات الشركة، ممكن الباحث عن العمل يقدم للوظيفة وبالتالي يضع السي في بشكل إلكتروني، وممكن إنه باحث عن العمل يعمل داونلود أو يعمل نسخة عن أي معلومة بحتاجها من الشركة إذا هاي الشركة كانت موفرة هاي المعلومات بالموقع. الموقع راح يكون بهذا الشكل. الموقع عبارة عن إي لقاءات، هاي الساحة الرئيسية أو البهو الرئيسي، اللوبي of virtual job fair. هلأ راح نشوف مع بعض كيف وصلنا لهاي الصفحة. طبعا راح يكون عندنا هنا أسماء الشركات المشتركة، هنا البهو الرئيسي اللي بذل على المدخل، فبالضغط على المدخل بنكون عندنا دخلنا على البوث. لكن قبل ما أنا نشوف مع بعض الفيرتشوال جوب فير، What's in it for me؟ يعني اليوم كصاحب عمل إيش أنا بستفيد، أو ما هي ميزات الفيرتشوال جوب فير؟ أول ميزة منهم هي الكوست إفكتيفنس، عملية التوفير المادي، واللي هي عبارة عن اليوم 90% من الكوست اللي ممكن تحطه في معرض على الأرض ممكن توفرها من خلال اشتراك بفيرتشوال جوب فير، لأنك ما في داعي أن يكون في سفر، ما في داعي التعطيل عن العمل. خلال عملك أو خلال أوقات عملك وأنت بمكتبك أو بمنزلك، ممكن أنك تفتح على الفيرتشوال جوب فير على الإنترنت، وبالتالي تكون أنت بارت من هذا الفيرتشوال جوب فير. الناحية الثانية كريتش، أنك you can target، أو أنك أنت تصل لعدد كبير من الباحثين عن العمل، لأنه بيصير إعلان من قبل لقاءات لحافز للأشخاص اللي موجودين على حافز، وبيت.com راح تبعت لجميع الأشخاص، بهاي الحالة هي الفيميلز، لأنه راح يكون مخصص للفيميلز، لكل الفيميلز أو القطاع النسائي الموجود على بيت.com، وبالتالي بتذكير أو بإخبارهم أو نوتيفيكيشن عن وجود هذا المعرض، وبالتالي راح يكون في هناك مجر أو ممكن تقيس عدد الأشخاص اللي كانوا موجودين، عدد الأشخاص اللي شاهدوا البوث بتاع شركتك، عدد الأشخاص اللي عملوا تقدموا لمهنة معينة أو لوظيفة معينة. السبب الثاني اللي اليوم
بخلينا اليوم نختار الفيرتشوال جوب فير هو عدد الأشخاص اللي تم تسجيلهم من خلال خبرتنا في الفيرتشوال جوب فيرز الماضية. يعني السنة الماضية 2011 48 ألف جوب سيكر باحث عن عمل سجل في الكي اس اي فيرتشوال جوب فير السنة الماضية اللي احنا اقمناه كبيت دوت كوم. اكثر من 100 ألف زائر زار المعرض عن طريق الانترنت، فانت عم تحكي عن عدد كبير جدا من الباحثين عن العمل، وبالتالي تزيد فرص التقاء الكواليفايد جوب سيكرز او الاشخاص ذو الكفاءه انهم يشغلوا العمل. الافريج بوث فيوز ار مور ذان 10,000 اليوم. اذا انا كباحث عن العمل كان في اكثر من 10,000 مشاهده للبوث من خلال الفيرتشوال جوب فير تاع 2011. السبب الثالث هو انك انت بتستطيع التواصل مع باحث عن العمل. كيف ممكن تتواصل؟ ممكن انه كشركه اليوم انك تعمل داونلود للبروموشنال ماتيريال. اف يو هاف اني بروموشنال ماتيريال يو كان داونلود على البوث، فانا كجوب سيكر ممكن اجي اقرا ما هو سبب التحاقي بهاي الشركه، البروجكتس اللي قائمه فيها الشركه او هي المشاريع القائمه فيها الشركه، ممكن احط فيديو تعريفي عن الشركه، ممكن اتواصل مع مندوب الشركه، راح يكون في هناك تشات تكست او فويس او فيديو تشات. فقدره البوث انه يوفر غرفه خاصه للدردشه او للتشاتينج، وبالتالي انت مره اخرى انك اليوم في مكان عملك من خلال مكتبك من خلال جلوسك في منزلك ممكن انك انت تكون تتواصل مع الجوب سيكر، وبالتالي راح يكون في تشات فيديو تشات او في تكست تشات من اذا كوست افكتيفنس، ما في مصاريف السيت اب تاع البوث والترافل وكل هاي الامور. شغله ثانيه الهاي ترافيك، وشغله ثالثه انه امكانيه الكوميونيكيشن مع باحث العمل من خلال وجودك في مكتبك. من خلال احنا البيت دوت كوم فيرتشوال جوب فير اللي عملناهم في المنطقه بدبي او بالاردن او بمصر او بالسعوديه، كان معدل الريجستريشنز الناس اللي سجلوا على الفيرتشوال جوب فير هو 31,000 يعني مسجل باحث عن عمل، وكان في اكثر من 15,000 باحث عن عمل سجل على نفس البوث تاع الشركه. حتى للتوضيح من وين ببلش اللقاءات، اللقاءات راح يكون يبتدئ من نفس موقع سعودي لقاءات، راح يكون في له بانرز على سعودي لقاءات، راح يكون له بانرز على بيت دوت كوم، وبالتالي حتى الشخص اللي موجود على بيت دوت كوم ممكن يفوت على موقع لقاءات. اول ما يفوت على www.elقاءات.com تطلع هاي المسج لانها فيميلز، احنا هنا المثال على الفيميلز، هل تبحثين عن عمل؟ اكتشفي فرصتك الوظيفية في أقل وقت ممكن وفي أي مكان. فكباحث عن العمل تستطيع تتصفح المعلومات الموجودة عن الشركة، تستطيع تتحدث مع مندوب الشركة تشات، تطلع على الوظائف المعلنة للشركة، تشاهد فيديو أي فيديو توضيحي عن الشركة ممكن أنه ينحط على البوث، وتتقدم لأي وظيفة موجودة. كان الموعد الابتدائي اللي اتفقنا معاه مع لقاءات هو من 5 ل 9 هو 28 ابتداء من اليوم ليوم الاربعاء، لكن احنا كان يعني الاتفاقيه الاخيره بيننا وبين لقاءات انه احنا ننتظر اسبوع، يعني يمكن بدايه الاسبوع القادم، وبالتالي بيكون في انتهاء من هذا المعرض، وبالتالي بيكون في معرض الافتراضي. اي شخص بفوت على اشتركي الآن، وإحنا هنا بنتكلم عن الفيميلز أو النساء، ما عليه إلا لكتابة الاسم والعائلة، المسمى الوظيفي الحالي اختياري، البريد الإلكتروني وكلمة السر. بعد ما الشخص يسجل هاي المعلومات بيصير في عنده يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم وباسورد بأهله أنه يفوت على هذا الموقع من خلال دخول. فإذا عمل دخول نرجع على المنصة الرئيسية للموقع، وإذا وضعنا إحنا دخول هنا في بعض الأمثلة. هاي الأمثلة طبعا ممكن بعض الشركات ما عندها علم أن هذا اوريدي نحط هذا البوث، لكن هذا البوث يعني صار موجود بناء على لقاءات.
وهذا مبدأ يعني لسه، هذا بس لسبيل المثال. عندنا هنا عليان، عندنا سعودي بن لادن، عندنا هنا بنك الأهلي. فهذا البوث في إمكانية ديزاين البوث بألوانه بأشكاله حسب ما تحتاج الشركة. يعني في عدة تصاميم، هناك أكثر من 10 تصاميم متوفرة مختلفة، بيختار الشركة التصميم اللي يحتاجه، وممكن أنه هنا يضع أي مادة دعائية على البوث. وإحنا هلا رح مع بعض نفوت على الموقع ونشوف إيش ممكن نرى. هلا السؤال، مين اللي ممكن يبني هذا البوث؟ هو عبارة عن اتفاقيتنا إحنا مع لقاءات، يعني إحنا المسؤولين عن بناء هذا البوث. اللي بيحتاجه بس من الشركة هو البراندينج ماتيريال، بس الألوان أو أي معلومة بحب الشركة إنها يضعها على البوث. يعني لماذا العمل بسعودي بن لادن؟ لماذا العمل في شركة طبعا ممكن ساب أو بنك ساب كباحث عن العمل؟ شغلة ثانية، هلأ معظم البوث للشركات اللي شاركوا في المعرض هنا موجودة، بس تحتاج من فريق لقاءات هو التأكيد بينه وبين الشركات على الديزاين والمعلومات الكاملة. How can I share vacancies or jobs؟ كيف ممكن أنا كشركة ممكن أني أنا أضع الوظائف الموجودة عندي؟ هلأ بإمكان الامبلوير ممكن أنه يأخذ CVs عن خلال، يعني من خلال وجود هذا البوث. فكل شخص باحث عن عمل بصل البوث أو بصل هذا المعرض ممكن أنه يقدم CV. وأنا بصراحة يعني من خلال يعني تجوالي بالمعرض، معظم الشركات يعني أخذت CV وبدها تبعت رسائل بالإيميل لأصحاب هاي CV إنهم يبعتوا CV بشكل إلكتروني. بالتالي أنت هنا راح تكون في CV جاهزة موجودة هنا، وبالتالي بتكون موجودة في ملفاتك. أو ممكن أنه تحط الوظيفة، مسمى الوظيفة، وأي شخص يضغط على هاي الوظيفة يبعت CV لإيميل شخصي أو إيميل المؤسسة أو إيميل الشركة. أو ممكن أنه تأخذ هاي CV للموقع التوظيف تاع الشركة. يعني في بعض ساب مثلا عندها كاريرز أو هو التوظيف، فبحث عن العمل بروح بشكل مباشر لمكان التوظيف. هاو كان اي تشات، لكل شركة راح يكون في عنده يوزر نيم وباسورد، بالتالي بأهلوه أنه يفوت على غرفة الدردشة ويكون في برايفت تشاتينج مع صح مع الباحث عن العمل. فإذا اليوم كان، لكن نحتاج الإعلان عنها، فممكن على نفس البوث يعلن أنه مندوب الشركة راح يكون فيه هناك تشات أو ممكن التحدث مع باحثين عن العمل خلال الساعات التالية. بالتالي بيكون مندوب الشركة موجود بساعة معينة، وبيصير في دردشة أو بيصير في عبارة عن ممكن تكون انترفيو أو بعض الأسئلة من خلال الموقع. خليني بس أفوت معاكم أونلاين بدال ما نشوفها على هذا. هو الموقع، الموقع زي ما احنا شايفين عبارة عن بيئة على الانترنت. هنا اسماء الشركات المشاركين. هلا هذا كل الشغل مبدئي، بحتاج انه احنا ناخذ يعني الشيء النهائي من لقاءات من صندوق تنمية الموارد البشرية. لكن بشكل عام اذا اليوم فتنا على المدخل، هذا هو المدخل. فعندنا هنا عليان، هنا سعودي بن لادن، هنا البنك الأهلي. فباستطاعتنا أنه يعني يكون في عدة أشكال للبوث، وبتم اختيارها عن طريق الألوان طبعا مختلفة، لأنه الألوان مش واضحة هنا، بس الألوان هي نفس ألوان الشركة، والبراندينج نفس البراند تاع الشركة. هنا أصحاب العمل المشاركين، عندنا الشريك الاستراتيجي، فعندنا الشريك الاستراتيجي، عندنا أصحاب العمل الشريك الذهبي فرضا. فأنت بتختار الشركة اللي تبغاها وبتقدم عليها. فإذا احنا ضغطنا على فرضا على بنك ساب، مشكلة بالإنترنت، خليني أرجع على سعودي بن لادن.
هذا البوث لسعودي بن لادن again this is not final. نحتاج طبعا من الشركة إنها تأكد هاي المعلومات، هذا عن طريق اللقاءات. فإذا بحث عن العمل ضغط على البوث تاع سعودي بن لادن ممكن إنه يعرف عن مشاريع الكونستراكشن البناء أو الباور مجموعة بن لادن، أو ممكن يضغط على موقع التوظيف. وهنا ممكن إنه الشخص يقدم توظيف، ممكن الشخص هنا يقدم على أي جوب إذا كان موجود أو كجوب سيكرز مجموعة سعودي بن لادن، وبالتالي إيميل وباسورد إذا كان مشترك ممكن يسجل. الحقيقة هذا هو بشكل مختصر الموقع. الموقع يعني كل ما كان فيه تفاعل من الشركة لهذا الموضوع كل ما كان فيه الموقع بيكون يعطي نتائج أحسن. لأنه خلينا نرجع، هذا البهو الرئيسي، هنا المدخل، نفس الإشي لو ضغطنا على البنك الأهلي نفس الإشي، ممكن هنا التوظيف، أنباء عن البنك الأهلي، نبدأ عن البنك الأهلي، هذا هو نفس موقع البنك، لكن احنا بناخذ الجوب سيكر لا هذا الموقع. اليوم ايش المطلوب منا يعني، وهذا كمان طبعا صار بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية. اليوم المطلوب من الشركات انه هي يكون في عندنا قائمة بالبوينت اوف كونتاكت مع الاشخاص اللي من الشركات، مع لقاءات تيم طبعا، ولقاءات تيم راح ينسقوا بيننا كشركة احنا مقدمين هذه الفيرتشوال جوب فير لصندوق تنمية الموارد البشرية. بدنا أسماء الفيكنسيز أو هيش الوظائف اللي مطروحة للفيميلز حاليا، وراح يكون بعد فترة واحد ثاني للميلز. So share open vacancies with لقاءات تيم in order to publish them on booth. بعدين مين الشخص اللي يكون ممثل المؤسسة على البوث، وبالتالي يصير في دردشة أو تشات معه خلال أوقات معينة، خلال أوقات معينة، ويكون available to interact مع الجوب سيكرز. هذه هي النقاط اللي أنا حبيت أشارككم. هذا يعني الورشة العمل هي كانت يعني بالاتفاق مع لقاءات، وبالتالي يصير في تنسيق على الخطوات الجاي. طبعا الفريق لقاءات will contact you بالنسبة لهذا الموضوع for the details in order to get your approval, to get your branding material, to get this the vacancies. وبالتالي يكون الشخص المسؤول عن هذا البوث كمان واضح ومعروف. ليش احنا بيت.com؟ احنا يعني بيت.com احنا صلنا اكثر من 11 سنة موجودين في المملكة العربية السعودية، والحمد لله يعني عندنا فهم كامل للسوق السعودي من ناحية سوق العمل. حاليا عندنا اكثر من 327,000 سعودي مسجل على الموقع، هذه كثيرة ذاتية كومبليت سي فيز. عندنا اليوم اكثر من 500,000 يوزر يعني مستعمل لبيت دوت كوم على الموقع. عندنا اكثر من 120,000 يونيك فيزيتور بير داي، هذا بالتالي يساعد على انه يكون في هناك هاي ترافيك او عدد كبير من الزوار. أنا بشكركم على استماعكم. كان المفروض يكون معنا سيد محمد الموصلي عشان يتحدث عن كمان بارت لقاءات تيم للخطوات الجاي، للأسف ما كان موجود، لكن بالتنسيق معهم احنا راح يكون في الاتصال مع الشركات حتى يعني نتفق على هذه المبادرة، هي إيه لقاءات من قبل فريق صندوق تنمية الموارد البشرية. إذا في أي سؤال أنا جاهز لإجابة عن أي سؤال. تفضل. المدة 5 أيام نشوف أنها فترة قليلة. نعم. هل أنتم خططتوا مثلا دعاية للموقع؟ نعم. يعني الناس هل في وقت لازم الناس يعرفون أول شيء؟ بالضبط بالضبط. بشكرك. أنا ما يعني الحقيقة كان هذا هو البارت اللي كنا نحكي فيه. احنا بالعادة الفيرتشوال جوب فير احنا مسؤولين عن الاونلاين اوفلاين ماركتينج، يعني احنا راح نضع الاعلان على نفس موقعنا وعلى جميع المواقع اللي احنا مشتركين معها كاونلاين،
راح يصير في دعاية عن طريق جوجل، يعني عن طريق جوجل أدز. شغلة ثانية، احنا راح يكون باتفاقياتنا مع الجرايد والمجلات والمؤسسات الإعلامية، راح يكون منا إعلان كبيت دوت كوم، بالإضافة للقاءات أو صندوق تنمية الموارد البشرية راح يصير تم الإعلان عنها من خلال وسائل الإعلام الخاصة فيهم. شغلة ثانية، احنا راح نبعث كمان invitation للقطاعات أو إذا احنا كنا بنحكي عن females أو القطاع النسائي، راح نبعث هاي الانفيتيشن لجميع الفيميلز المسجلين على بيت دوت كوم، وبالتالي يستطيعوا انهم يعني يشاركوا في هذا المعرض. بالمقابل صندوق التنمية رح يبعثوا هاي الرسالة لحافز الأشخاص اللي سجلوا على حافز النساء، يعني أو السيدات اللي سجلوا على حافز، وبالتالي انه يكون في هناك ترافيك. فمن ناحية ماركتينج، بيت دوت كوم وصندوق تنمية الموارد البشرية راح يكون في عندهم كومبليت كفرج للإعلان. كانت الفكرة، وهلأ ممكن أنتم تساعدوني، كانت الفكرة أنه يكون هذا المعرض بارلل أو بنفس الوقت اللي يكون في المعرض على الأرض، لكن يعني كانت فكرتي أنه إحنا نعمله في وقت ثاني، يعني لأنه الشركات مشغولة في هذا المعرض وما راح يكون في ناس هنا وناس هناك، فالفكرة أنه راح يكون يمكن أسبوع بعد انتهاء هذا المعرض، وبالتالي الشركات راح تصل للأشخاص اللي خارج نطاق الجيوغرافيك أو هي الرياض، فممكن تصل للأشخاص الموجودين في جدة، في الدمام، في الخبر، في وبالتالي الباحثين عن العمل الموجودين خارج الرياض ممكن يشاركوا في المعرض بشكل كمان فعال. تفضل. ليش بس؟ هلا هاي فكره احنا بالنسبه لنا احسن يكون ميلز فيميلز، فهي بعتبر يعني تعتمد عليكم، لانه كان في التركيز من خلال وزاره العمل على مشاريع النسائيه خلال الفتره هاي، فانطلب انها يكون للفيميلز. احنا بالنسبه لنا يعني ما عندنا مشكله يكون فيميلز او ميلز، لكن الهدف اليوم انه نغطي حاجات بعض الشركات او بعض المؤسسات للفيميلز، فهم احنا ارتقوا هم فريق لقاءات انه يبلشوا للفيميلز وبعدين يكون في معرض توظيف للميلز، لكن احنا كشركه يعني كبيت دوت كوم ما عندنا يعني مشكله، تعتمد على اتفاقيه الشركات مع صندوق تنميه الموارد البشريه. اي سؤال اخر؟ طبعا بالنسبه لنا كبيت دوت كوم احنا يعني على استعداد تام اذا في أحد من الشركات بحب أنه نفوت بالتفصيل بهذا الموضوع خلال وجودنا في المعرض، إحنا جاهزين، يعني عندنا أكسس، ممكن أنه نأخذ الوقت المناسب أنه نشرح أكثر عن هذا الموضوع ونعطي وقت أكثر عن الموضوع وإجابة عن أي سؤال ممكن أنه الشخص بحتاجه خلال أيام وجودنا في المعرض. فبشكركم جميعا. أنا يعني ما بعرف إيش النكست ستيب بالضبط، لكن رح أرجع على صندوق تنمية الموارد البشرية، عندهم هم قائمة بالأشخاص المسؤولين من كل شركة للاتصال فيهم، سيتم الاتصال والاتفاق على المعرض، على الوظائف، على الأشخاص اللي رح يمثل هذا المعرض. فبشكركم مرة أخرى وشكرا لكم والسلام عليكم.